الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيرت قيمها أي غاية له، ملك الساجدين وحن السلام، يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب أكثر لما أصحاب قيمها أي غاية له، ملك الساجدين الجبتان وحن لديها قلب أكثر. الحمد لله رب العالمين، إلهي ما مهضش من آتي. إله الله مهضه، إله الله مهضه. أنت دمتي، إلهي أول حرستو. أنت داوع شري داوع قالنا إلهي هو نفرق. وحان وربهن كوبا كاقسي داع. دكي شري كل داوع مي. ما أنت وحابه غضي. رئيس الوزراء كحرين كي صالح أيام ما أنت بغضي. وأي لسه على تريح حقيقة عيدك بوسكا كنيف يتريح عيدك حقيقة أي وحي بغضين داوعي ذاتك ويرشي كل داوع من شري قريح أي كل داوع من وحان ربا إنا إليس إنا إليس شيغو داوع وحا كجرة قار حالب دولة أي تهي عروس تهي وحا كجرة قار إيقنا متقالنا أباهان أي سيجو أباهان والدواعية مضحكة حكي قبل والدينتي يأهلكي والودي لي داوعي إلي تقال وأي صوب مغدار سببتو أي تهي داوع قار روس أي كتيرا دولدنا أي ديدا تهي انت بدا الله قادو قار كون قاتل تسبتال كحوبي حوغين وحي عديين إلي قبا هيهين أي شيء أي شيء يقول لك وقالت إذا استرت ولي وحام بقطع أو ماشي كم بقطع حتى داوعي نفس الكود اللي يرى هذا حسيت إنسان إيه تاي أن دولت واحد لا إيه كم مجلسة إيه سيدري سيدة سنتي دولت هوري محمد عبد الله فرماجو مقارح بركم سياس كل عود تذكر ترى عن محمد الحقوق بكر الأول قاضي جريس كوي حمر حلوق من جرم الله حلوق من جرم وش قال شن الدولة بحيث تم الدولة الروسية داوية أما كلها لو داوية سبتها بريفت حتى هلك لكن الدولة دان بنت هذه تكتاه الكبر نافذة داوية رحت جا بقحي أيها بقحي أكل مقحي أيها جا بقحي ثالث بلاد البركة رجل سارق عينكي يا طريق عينكي بوليس تكنيف يا تريه عينك حوك يا تريه عينك مبتع يا مانتا سوكر ماري وانا كسر تجين اهلك يا والدين في تكاس كتنا وعمل والود في اركان تاس وحرب ان الشعب كنت اوغادان مثل كان وحنا نجي شيء لو حقيقه نجري يا كتريا سو شيء ما انا وحري شيء لو طب واحد وحقيقه تستنى شيء تاس حق نقولك وحاجتي او كلا حلدي على مصلح محمد زياد وأمرك اللي عادوا نعاس يا مثلا أنا حافظة جدك بعد مثل اللي عادوا وشد كنت ومصلح مع مسيان أولها ولا مش تضعها أي واحد غير التحرق إذا لقيت هذا العيد كم حكنت إذا ما ذل أكل الطريق قبل منها كنت قلت يدنا جربتها وحالو جراعي هو بيال قال يدنا طبعا أيار لو جراعي هذا ما نقال إلا هذا اللي مسوي كاري لا وحي اللي بشرى بس ويكد على لكن وحان دين حق يجينا الحرارة أصلا مو كراعي كوديان مو كراعي جارة يا طبعا عيال دين حق يجينا وحان كرو دين حق يجينا ساعات هاد الجمعة إن حافظ اللي له وحان عبد السوق وحورها إن يس عالية الجوجات إذا كي شبابك وفكي مقدس الجوجات محكمة الشباب يرتو وحيتني ساعة السوق وحورها أما واحد تقول إذا كحش قاعد كل كذا هالكاسة بس اللي جاء هو وين يكون لي وين الأوجي هاي الآدم ما يو بعيد كل وين الأوجي هاي والآدم ما يو بعيد كل تاسو حان ربا إيه يقول شعب الصومالي أي كبر الرجال خاصة شاي دكتي دنتي إنك استوى بريجين بس بيمر بريجين وحاجة ضبط غلط أو أيوة ماشي كل إنتاج
تصار أهان أنا جو حاكوجر أنت لما تقول أنا أدير وحاكوجر ولكن ولا إما دير يا كوجر كوجر تكوجر ويل كرو أصلا عن قرابنا هي وحاكوجر داو عودات بدل عجلة لكن إذا كان صحيح هايل وتدي أفريقيا طبعا كأكتوبر قبل كشبه اللي هو سيد جوكي اللي جمري واي ثلاث دلات ديت ايا عيد كاسلو سوق هذا حمر لوكال انت انسو سعودين مركز السوق هذا عيد جدك قرح اللوكال شيء والسوق الحيلي سيقال قفوضة حق قفوصة المطر انت السوق ده قرح اللوكال شيء شان المركب عميه هو المركب الكاري نيك اسخحيل هاي ماشو الساحلي بابورا روكال ماشو الساحلي هابيك ماشو الساحلي صبح انا مركي فيلم بيقول لي او عيد كريتيان الصوغلا انت كعو لي سنتي هي كبد بعد انت اللي هو مصبوح اللي انت من واحد اللي بعد تقول قاعد بس الاركاي يقوم توقع ها وحش شغل اللي قصه صحيح حتى كذا اذا كملت كم اللي قصه بعد مركا بكان نظر داوعه وحاله في البرك اهل كوزا اهل بوغدان لما اخي موت ايام مش تعلم وكو ناو عدل إلي دخل تعر كان إيسا كأستكون وإيسا بهن دولو دخل ناو عم حلق مقا وكري هلا قاضي ومثل ما هذه كو ناو عود الفلوك يعني نو حالو تديه إلا وريستو أو وريس لغا قاضي أولي يعني إيه محاق إيسا محاق ركتين قال حد سنكو دعي سنكو يمد أيال الديديه وإيسا تيرو إذا عليه العقل وإيسا تيرو عنق الحمايه تقنيره طرح قوت هاي ما قلت طرح كلع طرح هذا طرح ليجل شوي وعلى وقع مشي وانتاس يعني حول شو شيء مركب ولا سيبدر إذا ما ذي قرن الصوماليات إذا كيد حق الصوماليات انتظر لما يقول له حتى إذا عذها يعني مش شيء كتير وحماس اللي كارعت وحماس اللي كارعت إن لو قلت لك إن كسر الحسوب أو أنا لخدمت الشعب لكن مقدسه هو مقدسه ما يقول فوق الشعب يا مجرى ما أنت بوصل له إن لازم ذلك عليك صالح هي طريق عند عيد كبير كنيف هي طريق عيد كحوجة هي طريق عيد كلوب إن التجات بتاعه التجات يكسر ورجل وأقسم له تجات الرسول مصر وعنكر أقسم له إن والدك يموت لا وعيد بغضان إن موت قال كود داو عاصين وهرس يعني لقد تير تنا كل شيء جاي داو عم حكمة تبكر له قال بأبها عن أي شيء لوح عن أي أبها عن قال روحي أبها هي داو عود جود اللي قاله الله كمل داو عاص مثال مكفي كل إنسان هي كل إنسان هو كان حاله ده قتل تحت لو بعدين تبدأ اللي قاله يدور السيدة الصو كله وحيث ما هي كل إنسان حمر وأنا القادم وأيونيك شريف تحيي كوكو تلاتة إنه قحي كشف في حتى عاصمة كان إمام حلو في قارجة أنت خد له هاد إنه بسيط يعني أنت عارف نادير على حسوان لوجرش يوان روكيري وحال أنت إيه اللي بتبغى قصون بركة سيدا أنا كهيل إنه بروح عمارة وحوي قارب قارب بالليتة دت كهيل وقالوت إلي بغضان سيدا صرت هل عقادو شعب الصوم هذا هل عقادو تقاتلتنا وحيد ليه اي سي يو هي قال كنت بين الاوع مضى حي طبعا قال روحي وبهي دمد الوقت هذا تحرم وكبكر لما شدنا اللبع لما طي قال روا حال كنت وفرق الدحي وحالنا الهي منتقلنا حبت قالوا دولت كنت دارسة هي دولت كنت دارسة ماشا من دولار دولت كنت دارسة بحكاية كتابة دولت الروتة كانت إلى كنت الصبح يكون دين سوي سلاسة وحدة علمانة هو بياشر سلاح وحاد وصو قراعي حالة مصلح طبعاً هو بياشر وصو قراعي إذا بعد دقن يدونا قمشي يتاوح وحكا منا قال لكن سيدة تتك الديان كأي نوش يقال إلي مغلاين هو بياشر وصو راي حلوث مصلح حرق إذا هم دلقات دقائي مركور الأمي الصمد دقائي أدنا حيدا الصومالية دقائي انتاس وانتاس
حسن الشغل وقتي انه بحق بالتالي هذا وشركة عزيز شيء جاي وارد يكون عزيز شيء فاو ومشروع وزارة بيرة يفاو العقد اسمها هل حوالي بقول 6 بليون او دولار وايد وحال لو تلقى ان قلت بدل البيرة او بيرة لما يجي ويؤدي قلت تلقى شيء مشروع السقا ما انت وزارة ممكن السياحة بيرها مشروع اسمه امين جهال حال الشيخ في البداية وهلكس جوك يضو لا تريها وزيك على ما هتبدأ أي حد أنا شركة سكوب جوك أهد مركز شركة سكوب جاي وزيك يا فاو زاد براح الشيين يا أدي فاو الشيين مشروع عس حسن سمركبة وحوصة مقعابي ميل وعسلاء وحربي هاي أي قصة مقعابي سكو أمور مشروع عس فقط بنتك أمور لغة أسلق أمور بقرشو مشروع عس المعمور سياسة إذن أي تالة وحاة تالة دوت كانت oo ah shaqaalaha uu qoray see soo ku qaadana shaqaalaha shaqaalaha ka taqaana xubno kale wasaaradda wasiir ku dhaga ayaa waxay leeyihiin martiib aad ag maamulihii aad qaadatay xal shirib oo muxuu ahaa mashruuca ee mashruuca ina shaqaal lagu gasho waayo mashruucaas na wuxuu leeyahay muddada uu socdo mushaar bixinaa jirta oo dadka ka shaqeeya mashruucaas waxay leeyihiin mushaar leeyihiin iyadana taas hadda isku jiidjiido waaya italiya wax kale uma aadin dad u aamino mid waxaa sababtu ay tahay asagaa raba wax walba inuu dhaco safarka hadda asaga uu u baxay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaa ku filan agaasimaha guuda wasaaradda ama xoogyaha joogsada wasaaradda ku filan dadka meesha tagaya waa mid noocaas waa si madaxweyne ah meesha mid ma fawo shirkeed waxaa tagaya waa agaasimiyaal guud xoogyaasha joogtada markay ugu baahato mas-uuliyadda wasaaradda beeraha xaq u lahaato laakiin inuu madaxweyne dhan uu tago arrimo beereed oy agaasimiyaal jira inuu dhex fadhiiso isagu maxamed joogta wax walba masaga isku ah marka taas waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan ayaan rabaa SSC waxaan leeyahay waxbaan arkayaa oo ii muuqda ma rabo inaan maxalleeyo waxa aan arkayo SSC dhexdeeda aan ka arkayo waxaan leeyahay SSC xusuusnaada halgankii dhagaxa ku bilowday xusuusnaada intaan dhagaxa la tuuri ka hor wixii laascaalood ka jiray waynaad xusuusnataa maalintii aad dhagaxa qaadateen ee aad ka xorowdeen nimankii SLMna waxaad aragtaan xorriyadda iyo nimcada aad haysataan waxaad ogsoon tihiin in dhimasho iyo dhaawac badan ayay gaareen shacabka SSC oo aan tinkoob lahayn gabdhihii wiilalba waxaan u maleeyaa SSC inaad daasheen waxaad u xiisteen wixii shalay waxaan leeyahay SSC indhaha kala fura indhihiina kala fura oo labada dhinac labada garbo iska eega anagu waxaan idin taageerin oo idin daba joogno waxay ahayd waxaan ka damqanay dhibaatada aad ku jirtaan xiligaa inaad ka baxdaan oo aad midowdaan oo aad mid noqotaan oo waxaan rabnaa annagu inaad ka mid noqotaan maamulada ka jira Soomaaliya inaad la mid ahaataan maamulka Puntland inaad la mid ahaataan maamulka Galmudug inaad la mid ahaataan maamulka Hirshabeelle inaad la mid ahaataan maamulka Koonfur Galbeed inaad la sinaataan maamulka Jubbaland sidaasaan taageeri waxaan idin leenahay dadka shalaluqda oo go-aanka aad gaarteen yaa laba noqon u istaaga in ay gobolada SSC sool isaaq iyo cayd ay noqdaan maamul ka mida maamulada Soomaaliya waxaan leeyahay dadka
لا اتذكر ايش الشيء اللي لا اتذكر ما يكفي الشيء اللي يجي اكو اكت قبل الصور يا سراك يا عين صور يا سراك يا عين تحكي لي والصور دوية او مامك عادش الدلتانة احكي الشيء او قيبت ايه الشيء لكم هنقضينا كل شيء حقدرك كا كدق على ما هدرا يو حاضره ما انت سمير يجي الكاس والي يدقي هاي بدل ما يدقي دقالك يدي كل جرى هيل يديل اه هو يديل اه وحان لي هاي حال اسكفي لي والباب بدل اللي كسو بيه جرى هدرا الباب بدل على اسكحي لنا والباب بدل بالفئ اللي كسو بيه تاس وادر دار يف وانسير يف ولا له ميت السجدار واجع الله وحان اجع الله وحي تهد دراسة ان اسكدو قاضي لان نبو ان تاكو مرة بلو قوي الصوماليات او للظلم قول جير يا الله ان كما انا شقين ان الظلم يو قوي الصوماليات قبيل صوماليات ان الظلم يو او دمت اللي قال waxa aan u taageeray waxay ahayd waxaan arkaynay in la dulminayo reer SSC idinku waxaan leeyahay dulmi iskaashi oo min dima ka shaqeeya oo mideeya sol iyo saag iyo cayn mideeya maamul ay hal sameeyo haddaad rabtaan inaad dad daba joogtaan waa idinka haddaad rabtaan inaad dad daba joogtaan oo daba joog ahaataan waa idinka xukumi kale waa idinka iyo taladii لكن أدرت سكنتان أو أدرت حرهم من تلك المطان أو ما مرد تلك كتير أدرت سنتان لكن المداية درس كتير المداية ما مرد فيها السماية فلي تكعب تاس واتاس وحانهم بلينا أو كالي دور صدر وأنك باخبانك بنتنا أو قالي سعيدنا وحان لها هم بلينا دور صقف يحوظا البنت اللي أنا وحالي سعيدان يوسف عشا الما أدري هي يا بنتي حال الشيط أنت دم جديد ماشي الحين توقع أنت اللي ما كان شبابك استرحل هي ماشي الحين توقع وحالي يا هاي وسعيد والله قوم مرمان وحريف قلتك أنا لما سألك عياري لود داي هن لود داي وقلت بلاي وبلاي الله يستا بلاي يبا بلاي الله يستا أنا أقول سعيدان ما أنتو حان قلت أغيرنا وحكرا ما هاي وحواي سعيد داني بحوي لكي هدي فرغ الأركاء ولا وفر أكلاف الله يبقونته مارك هدي بلا يلا أركاء سعيد النورور مكام كوان عالمي مارك سعيد داني ساسا قد تاقيرينا أو آن هيل إيهو بقرب تاقيرينا حتى نبطي النورونا هاي وايو كو وانا كدرا سعيد مانسا واسود للمياي وضدي واسوء أرقي واسوء أرقى سعيد مارك وحارم لا سعيد داني كرب دلنا فأقول تاقير سنة هيل إيهو بالوالكات تاس وقال وحيو لك عدو قاقا عدو جيس وصاحبك عدو قاقا عدو جيس وصاحبك مركا قاعد ناس عن مقاضيهن قاعد ناس ايان قاضيهن اهو سعيد عندك شيء يسمع عن الهين لكن وحال سكا لك انت عدو قاقا عدو جيس وصاحبك سكا لك لكن شعبك حبيبك اه بيوت الله وانجعلنا وشعب حبيبك ورق جعلان حتى لو جعلان شعب هو شعب ولف نبت لبطه انه شعب كاس واقصدته محمد عبد الله في الماضي ما كنت تلعب كاس برنامج بحي كدع يسير يوسف دوي لدك شعب كاها الصوماليات واقصدته انت سو وانت حنبلي عليها غير بنت لك شعب مضحي امام الباء حنبلي عليها وحان ربي ولا عليه الصوماليات dadkan naga oo social media ku jira oo xogta idin siiya ama odorosa waxyaabaha soo socda intay sadici idin sii sheega waa ogsoon tihiino annagana culayso kale oo gaara ayaan qabnaa culaysada gaarka aan qabnaa waxay tahay qof kasta oo soomaaliya oo dhibaato soo gaartaaho cabashadooda annagayna soo gaartaa cabashadoodu annagayna soo gaartaa dadku waa loo soo cawdaan waxay la yidhaahdaan dhibaatadaasan ku jirna
qof xiblaaya xiran hebel baa xiran saas uxulantahay saan uxulantahay waxaan rabnaa dad badanaa kugu xiran hebelow inaad gaarsiisid yaan kaa rabnaa hebelow hadda waxaan leeyahay walaalahay soomaaliyadow aniga maanta waa laysoo wakiishay goortaan ka xiranahay runtii arrin aada u xanuun badan ayaa iga soo deristay. Arrintaasoo ah gabar Soomaaliyeed oo shay hantiile ahayd oo dhaqaale haysatay oo qof marti iyo ehel ku soo hoyda ahaan jirtay oo aada u gacan furneed ku noolayd magaalada Kismaayo Jubbaland gobolka Jubbada dhexe ku nool, ma rabo inaan magaceeda sheego. Waa qof caana oo laga yaqaan Kismaayo, laga yaqaano waayo. Gabadhii sidaas ahayd waxay u xiran tahay maanta maamulka Axmed Midowga u xiran tahay. Gabadhaas waxay u xiran tahay lacag dhan $600 ayay u xiran tahay. Axmed Midowga xukuntiisa dadka ah mid ka mid ah ayay u xiran tahay. Gabadhii isla hadalay waa isoo wacday 2 maalmood oo dambiyada hebelaanka ay ku joogtay ay u soo wacday. Waxay tii waxaa sabab dhibkaas jira walaalkayow, waxaan rabaa asxaabtaada inaad iga gaarsiisid wixii caawin kara. Lacagtaas $600 ahayd, ilaahay amarkiis. Maanta waxaan kusoo qoray boggeyga, nin baa isoo wacay, wuxuu yidhi walaal gabadh dhabarkeeda siiyey, gabadh dhabarkeeda siiyey, wuxuu ii sheegay inuu bisi u diri doono lacag $100. Lacagtaas aan ka codsiyo gabadhaas u diri doono lacag $100 inuu u diri doono. Aniga laftigayga xasan ah oo aad usuntii inaan qaxooti iska ahana, waxaan diyaar u ahay gabadhaas walaasheeya anigu wixii aan tari karo inaan taro. Waxaan iga go-an lacag $100 inaan dira iga go-an haddii lay raali ka dhigo meeshaas $100 ku baxday. Waxaa ka dhiman $400. Qofkii raba inuu sadaqadaas la baxo gabadhaas miskiinta oo hooyada ah ee caruurta haysata, isla markaa dhiigkeedu uu jiran yahay, dhiigkar iyo sokora uu ninkaasba gabadha qabaa uu ku dhacay naxdinta iyo broblemka dartiis, ninkii waa ka jiray sokor iyo dhiigkar kusoo baxo, xataa ninka sabab ka saaray waa la xanuun, ninkiiba xanuunsan. Marka qofkii raba inuu gabadhaas taageero, haddii Ilaahay raalli ka dhigo, lambarkeeda iyo magaceeda iyo whatsappkeeda ruuqa idiin soo dhigayaa. Haddii Ilaahay raalli ka dhigo, qofka soo weydiiya Jaala Muuse, waa maasantaa walaalkeeyow, Ilaahay khayr badan ha ku siiyo. Lambarkeeda anaa kuusoo qoraya iyo magaceeda saddexan. Waxaan idinka rabaa anigu kuu tahay dada igu xira. Marka qofki dhibaato gaarta ale isoo waco xalta weliyo dhibkaasaan ahay, wixiina marka aan qiimeeyo inay wixii wax sax yihiinna dadka usoo bandhigaa. Wuxuu qaar waxaa jira turufatoro ahna waa jira, qaar turufatoro ahna waa jiraano, sida dad iga soo wacay Nairobi maalka midoo kale, warkooda waa dhegeystay, warmar qaar waa dhegeystay, waa raacraacay. Waxaan ogaaday in warbur qaar ahaan ogaado kuwaas. Marka laakiin tan gabadhaas $600 yaa loo xirtay, $600 iyadoon lacag ahayn ayaa haddana waa ka xoog badanahay. Iyo anaa talka meesha gacanta ku haya, iyo anaa ila adeerkii madaxweyne meesha ka yahay, iyo yaa ummaddii Kismaayo ku nooleed, dadkii Kismaayo ku nooleed, sidaasa oo dhib ku haysta. Gabadhaas aan idiin sheega waa gabar Soomaaliyeed, xanuunkeeda damqiyey markii aan baaris sameeyey, markaan arrinteeda aan ogaaday aan baaris sameeyey. Qof maanta qaqad oo xoolo haysata oo lagu soo hoydo oo martida u timaada gacan furi ahayd, gabadhii waa ka jajabtay, maamulkaasa ka jajabiyey, hantiyay ka baxeen, weli waa daba taagan yihiin. Haddana $600 loo xirtay.
انت 20 سنه ما درست الهي اونس ضف هذه السنه ما درست كس ما يدرك الجوغا هوس والله هوس والله هوس ايوه هذا قف قف هاي اللي كتاب مدرسه مارك علم هذا الرجالو وحواي وعرينا كعر الحموض واي مارك انا ساس كل شيء قال والله وبالله قلت له ده مارك الصومالي ما هذا الحس الصومالي مو يعني الحس يلي لكن حتى انا يدو اسم قبل مني انا يدو حتى واحد اسم قبل مني لكن واكبر الصوماليات او هوي او عروه هيستا لكي يدو متفيه ماشنا اسدت كيدي توغن او نكاد على تي حمد الدوبا يسدو بها يعني قمت الهي حي حتى مريها يعني او وحي تافر العرض مركا الهي كل درسي وحي سلاس الماضي غيال صدق الله سوا صدقو الهي ميسان كعاقر هاي لكو قدرو وأدف ومتق على صدق الله وحواي وحبه في الدو دويته وعافمات قفتي حتى عذر الداود يسأل الأقوان يهتو صدقاء سلطحه حابيس لغو شاري صدقوا دوا الدو وارغو عاف ماذا مركو حان الله يهي المذيخ يارو قفك الدري فهيسو ما سندرك هاي قصه وعضو ماشان عليك مريح عيد بسو قول ماي وايو تليفونك بسو قول ماي وايو سبب أمن الدرتيد وايو سبب أمن الدرتيد وايو يلا نحا مش انت نحا عدل هذا حسب لي تقانا حال كذا برق الحلم غامر قدك حمر الجوغا وين الكلام بين الشيء ما كسمه قبل 5 سنين مركا قف كيف ربع مريم عاشوري فضلا ما سجلت هاي قصور له وحان قص قرا نمبر كذا قال موسى صاحبك هو بس سهل الرابع بس سهل الرابع مركا الدار بتاعنا يبدي وقت طويل لهذا تليفون كل ما يعيش استحاله نص وقرا نجيه يأفكي الكرة هلا كدم نوقف الجرا أنا بحسوا لي يا وحيد موسى على جنب نمبر كذا نص وقرا يوصل كذا أفكي الكرة هلا مركز كرة هذا شان والسلام عليكم لحيلنا مركز مركز حان اللي هي ما سندر كم يحفرنا يقول نافع والسلام عليكم رحمة الله وبركاته ولا رجال مركز عن جمل عن قبل ذكر soomaaliyeed meel kastay joogaan qof kastaba in dhibaato ku filnaa farq u jirto qof kastaba dhib baa haysta marka waxaan ka codsanaa qof walba qofka yaan loo fiirin yow yahay yow yahay yaana dhihi walaalayaalow magacaasaan leenahay soomaaliyaad nahay intaasaan lagu filan ilmaadeerayaalow qofka walaala aan gacan qabanno annagu waa ka xorownay waxyada qabiil waa ka xorownay أنا وأنت عن قبيل هارها ما أنت عن قبيل دفاع وهارها قف كي كم صوتي وحن قف كي وصوتي قف كي وحن أقو صوتي وأقصوتي من خاطر كتير أنا حمرا كل شيء الحمرا أنا هاي كل يوم نجي يا كويا تذكر بيا الدقن وحن أقو صوتي أو حيت هاي إن قبيل كان يقول كان أي وران هو عن كل شيء يوار هيهم أي عن وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك